تقدر تطش ازاي؟ بس مش المشكله. الله، عم ابراهيم يقول عليها بنت ناس وجايه تستحمى بيت عزاب، انا لازم اشهده، لازم اشهده. يا عم ابراهيم، يا عم ابراهيم، يا عم ابراهيم. صباح الخير يا بيبي. بيبي 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 فوق يا بيبي فوق. ابراهيم انت مخضوض مني ليه كده؟ اتخضى طبعا، اتخضى. انت هنا ازاي يا بيبي؟ انا جيت معاك، انت بتعمل ليه كده؟ انا بعمل ليه كده؟ انا بعمل ليه كده طبعا، عشان ما ينفعش تبقي هنا. انت جيت ازاي؟ ها يا بيبي، انت نسيت ان انت طول الليل قعدت تتحايل عليا عشان اجي هنا؟ انا انت، ونسيت كمان انت عملت ايه امبارح؟ لا ما تقوليش يا بيبي. شفتها في افلام عربي كتير، وقعد خرج من الاوضه. انا عملت ليه كده؟ عملت ليه كده؟ على فكره انت بتعمل ليه كده؟ وكمان انا زعلانه منك، ازاي تقفل باب الشقه بالمفتاح وتدخل اوضتك وتقفل برضه بالمفتاح وتسيبني طول الليل في الصاله؟ انا؟ ايوه انت. انت خش خش. ما بيفتحش ليه؟ شش، كلمش خالص، كلمش. ما تفتحيش بقى ببنت شفا، فاهمه يعني ببنت شفا؟ عشان عم ابراهيم بره، انت فاهمه ولا لا؟ فاهمه. ايوه ايوه يا عم ابراهيم. هي جات لك تاني بنت الكلب دي؟ هو عم ابراهيم يعرف انك هنا؟ عم ابراهيم، هي ما تعرفش انك تعرف انها هنا. افتح بس يا استاذ سعيد. حاضر حاضر، دقيقه واحده. انت رايح فين؟ رايح افتح. هتفتح له ازاي وانا بالشكل ده؟ طب انا اعمل ايه؟ راجل واقف بره. اوعدك يا استاذ سعيد، المره دي هحطها لك في صفيحه الزباله واقفل لك عليها لحد ما يبان لها صاحب. طب انا موافقه يا بيبي، بس بشرط واحد، بس بشرط واحد بس، ان انا وانت نبقى في صفيحه زباله واحده، عشان خاطري، عشان خاطري. يا عم ابراهيم، ينفع انا وهي نبقى في بس هو ما يقصدكيش خالص، هو يقصد حاجه تانية خالص، يقصد القطه. قطه؟ القطه. هو في قطه بتيجي هنا غيري؟ القطه التانية اللي بتقول نياو 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 نياو. والله بقول ايه يا عم ابراهيم، انت سامع حاجه كده؟ لا. طب كده؟ لا مش سامع. يبقى نزلت خلاص، خلاص هي نزلت من خباك المخرج، المشفى، الحمام، شباك الحمام، شباك. نزلت يا عم ابراهيم، انزل انت بقى شوفها من تحت، اتلقاها. لا حول ولا قوة الا بالله، القطة جننت الراجل. نزل نزل، يلا خلاص انا نازله بقى، لحسن انت دمك تقيل النهارده، النهار طلع وما ينفعش اروح غير في النور. سلام. انت سلام سلام، طبعا ما ينفعش تروحي بالليل. صدقت يا عم ابراهيم، كل القطط ولاد ناس. طبعا ما صدقكش، ولا اي حد في الدنيا ممكن يصدقك. هو ده اللي حصل يا خالي، هو ده اللي حصل. اسمع يا ابني، الست ما تديش نفسها لراجل الا اذا كانت مطمناله، وانت مفيش واحدة في الدنيا ممكن تطمن لك. بقولك قالت لي يا بيبي، يعني الموضوع مطمن كان جدا. يعني ايه يا بيبي؟ انا شرفني. اصل بطولك ومان وخليك جدع. بيبي هتوحشني، مع انك كان دمك تقيل قوي النهارده. انا لو اعرف ان ده هيحصل له من التيتانوس كنت سعيد وازايز. انت متأكد ان هي اللي شفتها وهي بتاخد الجواب؟ طبعا متأكد. سعيد، هي عضة الكلب يعني أثرت على دماغك؟ عضة الكلب أثرت؟ انزلي انزلي بدل ما أقرمك، انزلي. عاوز تقنعني؟ أنا بقالك 20 سنة مش عارف تشوفها إزاي، ولما تيجي تقابلها تبقى هنا في الشقة جامي. جامي؟ طب إيه رأيك بقى عند الفيكي؟ هي جت هنا وقالت لي يا بيبي. هي مين؟ جميلة بتاعت الصبح ولا جميلة بتاعت بالليل؟ لا، جميلة بتاعت بالليل. يبقى أكيد حلم. حلم إزاي ها؟ ما أنت كنت موجودة جنبي في العربية ساعة ما هي خدت الجواب، أول ما أقول لك إنها جت هنا تقولي لي حلم. صحيح. قلتني كيف كنت تهيؤات؟ تهيؤات ازاي يعني؟ سعيد انت لازم تعرض نفسك على الدكتور النفسي. بص على الحته اللي عندك دي. مساحة الحته دي؟ لا دي. طب ايه رايك تقطعي التورته بنفسك؟ تعالي بقى هنا، تعالي هو، عشان انت عايزه الضرب، انت عايزه الضرب كل شويه تقيس على فيه. ها كل شويه تقيس على فيه. ده انا هبهدلك بعتلك. ما بعتلك.
صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا ناس جميلة. على فكرة جميلة، الكارت ده فيه كل حاجة عند كلية القاعة اللي فيها التمثال. الكارت ده هيبقى مسؤوليتك أنت لوحدك يا جميلة. يا رب يا فندم أطلع عند حسن ظنك. والجواب ده كمان برضه جميلة. في دخولك المبنى ده سر جدا. أكيد يا فندم. الزحمة اللي هناك دي. انت مش شايفاني بشرح ليهم يعني كده ولا يتوهوا مني الناس؟ ينفع حضرتك كده؟ هما جنسيتهم ايه؟ ها؟ لا هما لا مالهمش جنسيه. نعم؟ قصدي هما يعني هما في جزيره غرقت في المحيط، فاحنا جبنا شويه منهم عشان يتفرجوا على زميلهم اللي غرقوا عندنا. طب ده الكارت بتاعي لو احتجت اي حاجه تحت امرك. ها متشكر. ايه ده؟ انت جميله؟ انت جميله؟ انت حضرتك جميله؟ انت جميله خالص. عن اذنك اتفضلي حضرتك اتفضلي. انا يعني انت عايز تفهمني انك بتحب واحده بقالك 20 سنه وفجاه شفتها اتنين، واحده تظهر لك الصبح والتانيه تظهر لك بالليل، والاتنين اسمهم جميله والاتنين خدوا الجواب؟ غبي. اسمع يا بجم، كل واحد مننا جواه أحلام ورغبات نفسه يحققها. ناس كتير ما بتقدرش تحقق الرغبات والأحلام دي نتيجة أي ظروف. ومن أحلام والرغبات يعملوا إيه؟ يتخزنوا في العقل الباطن، عقلك الباطن اللي صور لك إنها معاك في الشقة. أنا موافقك. طب الكارت اللي اديتهوني جميلة بتاعت الصبح في المتحف، الكارت ده أداة من أدوات اللي بيقنعك بيها العقل الباطن.